السنة دي بقى قررت ان هي تركز في الغنى بس، فما شفناهاش ولا في مسلسل ولا في فيلم، لكنها عملت فكرة مجنونة شوية وألفت مسلسل رياليتي على سناب شات بطلته بي هيفا اللي بتدخل بيتها وبتقلب حياتها. كل العالم بحبوه الا بي هيفا، وبقولوا انه انا ادم محول على سناب شات. ومفيش حد يقدر يقول غير كده، واللي يفكر ياخد مكانك نهايته معروفة. خلي هول على وجهي مشان بس تجي بي هيفا تحس بالذنب. ايه يا الله جنبيكي وقعتي تستيري، ها 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 يا حرام فوت لجوع، انا شو اللي قفلت شعراتك انت عامله فيه بتلف. ما تخافيش على نجوميتك، فدلوقتي بقى عندك عدد كبير من الفانز، وعلى هاشتاج بي هيفا بيتابعوا فيه كل تحركاتك. اهلا وعم يسألوا عن بي هيفا، ما تبعتولي مساجات هلا انا عم سجل بي هيفا مشغولة. والسبب القوي للجماهيرية دي انك طيبة وما بتغريش حتى من هيفا. وما بتحبيش تقلديها خالص في الحركات. لنا او حياته اوكي علي انا نعسانة. يا ماما انا نعسانة. لنا حياتي حبيبي اوكي يا علي انا نعسانة. والحلو دايما فيها انها عارفة كل حاجة بتحصل حواليها وجاهزة لأي مخطط من العدو. في هيفا دهرنا نانا رجعين نحنا ماما بلا عنشو فكرونا نمت على مين. وبالرغم من كده بتعتبر هيفا زي صاحبتها وبتجاملها في المناسبات. وبي هيفا بقت تتعزم على حفلات كمان. حفلة أحلام عندنا بي جديدة اسمها روستاسا. أنا بصراحة شايفك متابعاها جامد. تجنني البي هيفا متابعها طبعا لهيوف. هيوف ها تمام. بس أنا دلوقتي بتكلم عن هيفا مش بي هيفا، طلع بجد دمها خفيف، وده غالبا اللي كل القريبين كانوا بيشوفوه بس الناس ما كانوش عندهم فكرة عنه. صح، وعلى فكرة بس الإعجاب فانز هيفا بهالشخصية خلاهم إنهم يطالبوها بتحويلها لفيلم أنيميشن مثل ديزني كاركتر. ومين عارف يعني إحنا في 2016 دلوقتي يمكن طلبهم يحصل فعلا.